أجرى المنتخب الوطني تدريباته الأولى قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الأخضر في مباريات الفيفا داي المقررة في يوم الخميس القادم. احنا كان التوقيت في اعلان القائمه احنا نطرنا المسحات البي سي ار ونتائجها تقريبا طلعت الساعه 2 او 1 ونص الظهر، فكان يوم الاربعاء هذا الكلام، فاحنا اعلنا القائمه الساعه 3 او 3 ونص العصر قبل مباريات الجوله التاسعه كلها، قبل مباراه الكويت السالميه وقبل مباراه الكويت الغاتسيه والشباب وايضا قبل مباراه يوم الجمعه، لان احنا يوم خميس عندنا وجمعه والسبت اسف احنا اعلنا القائمه يوم خميس، فكان عندنا فقط يوم الجمعه ويوم السبت السفر. احنا بصدد ان نصدر التذاكر، ايضا الاتحاد السعودي مطالب بارسال كشف الاسماء، وكل يوم كان يقولون على هذا الكلام، فاحنا استعجلنا لهذا الامر فقط لاجراءاتنا اللي راح نسويها. ما استقصدنا نادي معين او لاعب معين، يعني ثقه تماما انه كان فقط ننطر مسحات البي سي ار واعلنا الغائمه. لو انا ادري يمكن في قبل المباراه ايضا كلمني الكثير من مدراء الفرق عن سبب وضحت لهم بالتلفون، لكن انا اليوم مطلوب مني ان اوضحها ايضا للاخوان اللي قاعدين يشاهدون التلفزيون او يشاهدون البرنامج ان سبب اختيارنا لهذا التوقيت احنا مطالبين ايضا في بعض الامور ما عندنا وقت، فاعلنا القائمه. المنتخب السعودي اعلن قائمه 26 لاعب من قبل 3 ايام 4 ايام، ولا زالت هناك جوله دوري في الدوري السعودي، ايضا المنتخب السوري، المنتخب الاماراتي، المنتخب اللبناني، فهذا الامر طبيعي، فما كنا نتمنى ان اي شخص او اي احد انه يتهم او يوصل مسج نوعا ما انه والله هناك استقصاد في اختيار توقيت اعلان الاسماء. اما بخصوص الاشتراطات الصحيه فقد ابدى دكتور المنتخب عبد المجيد البناي عن استعداد اللاعبي الأزرق بكافة التعليمات التي أوصى الدكتور بها. في سفرنا للسعودية يعني مو الأخوان في المملكة يطلبون الشغلة هذه، احنا نطبقها عشان ندخل بأمان وبأمان إلى المملكة العربية السعودية. طبعا عملنا فحص البي سي آر لجميع اللاعبين المنتخبين الأول والأولمبي بالكوادر كاملة، وطلعت النتائج اول امس، والنتائج كلها الحمد لله سلبيه، ما في عندنا اي اصابه. الاشتراطات بالسعوديه لما نوصل ايضا راح ياخذوا لنا فحص بي سي ار اول ما نوصل، تطلع النتيجه بعد 6 ساعات. في الوقت هذا لو ما راح نختلط مع احد، ما راح ننزل حتى المطعم، يمكن حتى الاكل في ال6 ساعات هذه اللي هو راح يصادف وجبه العشاء راح تكون موجوده عندنا في الدور اللي احنا ساكنين فيه الى ان تطلع النتائج. بعدها ايضا يوم المباراه بالصبح بعد الافطار راح يكون اكو مسحه ثانيه للمباراه، وهي نفس المسحه هذه راح نستخدمها في سفرنا الى دبي ان شاء الله، وبعدين اكو مسحه اخرى ايضا في دبي راح قبل ما نيجي الكويت وقبل مباراتنا مع لبنان ايضا عشان نقدر ندخل فيها الكويت. ما نتمنى احد ان شاء الله يكون في الفتره هذه يعني يلقى فيروس كورونا، اذا هو التزم في الاشتراطات اللي احنا نحطها، البقاء في المكان، غسل اليدين، لبس الماسك المستمر. كما اكد السيد ثامر عناد مساعد مدرب الازرق عن سعادته باستضافه الكويت المباريات المتبقيه من تصفيات كاس اسيا والعالم في يونيو المقبل. احنا محظوظين ان وقع الاختيار علينا على ارضنا وبين جمهورنا، وهذا تعطينا يمكن نقطه ايجابيه على الفرق الثانيه، وتدري انت على الجائحه ان السفر والحجر خارج البلاد والاختبارات، فانا اعتقد ان على ارضنا راح تكون بالنسبه لنا احنا ايجابيه، وان شاء الله باذن الله نستغل الايجابيه هذه ونستغل هالوضع هذا، ان قصدي على الارض والجمهور، ونستغل خير استغلال، وان شاء الله باذن الله تكون بالنسبه لنا فائده ان التصفيات وقعت على ارضنا. جماهير الأزرق تترقب مواجهتي السعودية ولبنان الوديتين للوقوف على استعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة. منتخبنا يغادر الليلة إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة المنتخب السعودي في مباراة ودية استعدادا لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا. بالتوفيق يا منتخبنا. فهد الصلال لبرنامج الديربي.